السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو سامودي. هذا النهار إن شاء الله نقدم واحد الحلقة اللي هي خلطة مهمة للأرانب، باش كتصلح صالحة للرفع من المناعة والوقاية من عدة أمراض، ولها فوائد كثيرة خصوصا في فصل الصيف. إذن هذه الخلطة هي في الحقيقة يجب أن تكون عند أي مربي أرانب نظرا لفوائدها، فكل مربي أرانب يواجه مشاكل الأمراض كالانتفاخ والإسهال إلى غيره من أمراض، ولكن هذا الإسهال والانتفاخ أي مربي يكون عنده، لأن الأرانب بطبيعتها تصاب بهذه الأمراض هذه. فهذه الخلطة اسمها كدير كتنظم الجهاز الهضمي. اذا هذه الخلطه هي عباره في الحقيقه على ثلاث مكونات. اول مكون هو الحلبه. فالحلبه اولا فاتحه للشهيه وتعطي الوزن للارانب كتسمنهم، والحلبه كذلك تزيد في وكتدر الحليب للام المرضعه، يعني الام المرضعه كتزيد لها في الحليب بحال الشكل ديال النبات اللي كنهضر عليه ديما ديال التفاف، كذلك الحلبه راها تدير الحليب، وفي الحقيقه راه هي كتنشط حتى الجسم وكتنظم صرف البول في الجسم وتقي من احتباس البول، لان يعني كاين الناس اللي عندهم هذه القضيه ديال احتباس البول في الجسم، فالحلبة راها كتقي من هذا المشكل هذا. ويمكن للناس في الحقيقة الناس يقدروا يستعملوا الحلبة، واللي استعملها فبلا شك أنه كيعرف اسمه هي الفوائد ديال الحلبة. الناس القدام راهم كيعرفوا اسمه هي الحلبة. الحلبة راها شي حاجة مهمة ومهمة للجسم وكذلك الحيوانات. هذا بالنسبة للعنصر الأول. العنصر الثاني وهو الثوم. فالثوم يرفع المناعة أولا، معروف الثوم حتى بالنسبة للإنسان، الثوم كيرفع المناعة وكينظم الضغط الدم، كينظم ضغط الدم حتى بالنسبة للإنسان راه مهم الثومة الضغط الدموي. أما العنصر الثالث وهو الفلفل الأسود. قليل اللي غادي يقول لي واش الفلفل الاسود غادي نعطيه للارانب. هو الفلفل الاسود علاش كيصلح بعدا؟ هو الفوائد ديالو كثيره، وهو كيأثر بشكل كبير على خصوصا على الامهات الارانب. الامهات فهناك كاين الامهات اللي كتنزف بعد الولاده، فالفلفل الاسود صالح 100% لانه كيقطع النزيف، وهو عموما ينظم ضغط الدم الضغط الدموي بطريقه مهوله ويعني سريع للغايه. وكذلك فيه واحد الكميه ديال الفيتامينات اللي كيحتاجها كتحتاجها الانثى العشر، يعني كتكون اما كترضع اما الانثى العشر اللي عاد حامله، راه مهم الفلفل الاسود. غير هو خصو يتعطى بواحد النظام. دابا نتحدثوا على الكميه، واخا دابا نهضروا بعدا على الفلفل الاسود. هو صالح حتى العشار، يعني بواحد الطريقه، يعني كما قلنا بواحد الكميه، وسمو كيدير لها كذلك هو كينظم حجم الخلفه، يعني شحال من واحد كيخرجوا له الخلفات، واحد كبير واحد صغير واحد، يعني كيخرجوا تفاوت في الخلفات. هذا الفلفل الاسود كينظم الحجم، كيقاد الحجم ديال الخلفات، وكاينه قضيه اخرى انه كيجعل الام كتولد في الميعاد ديالها الطبيعي، وهذه راه مهمه بزاف. راه بزاف الناس كيعانيوا من هذا الموضوع ديال تاخر الولاده، يعني كيخليها كتولد في الميعاد الطبيعي المخصص لها. وهذه الخلطه في الحقيقه هي صالحه في فصل الصيف اكثر، غير خصنا نتعاملوا معها، لان بالنسبه للثوم والفلفل الاسود والحلبه راه كلهم كيسخنوا، يعني خصنا نعطيهم هذه الخلطه
في الليل، بعدا نعطيوها في الليل ما نعطيوهاش بالنهار لانها كتسخن الارانب، كتعطيهم حراره هما مع الحراره اللي كاينه في في, في في الخارج غادي تولي القضيه ماشي هذه. اذا خصنا يكون داك الشيء فيه معايير، يعني نتحدثوا دابا على المعايير. المعايير اي الكميات اللي خص كل 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 حاجه نعطيو المعيار ديالها على حده، وهي كالتالي: كاين الفلفل الاسود ضروري نبداو به، وهو انه صعيب هو الفلفل الاسود، خص تعطيو المعلقه ديال 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 القهوه، يعني المعلقه الصغيره كتعطيو الراس ديالها، يعني الربع ديالها، يعني غير الرويس ديالها، وبطبيعه الحال خصو يكون مطحون ماشي حب، يعني ربع ملعقه، ربع ملعقه راه كافيه مطحون. بالنسبه للحلبه ممكن انكم تعطيو معلقه صغيره، معلقه صغيره وتا هي كتكون مطحونه كاع الحوايج هادو الا الثوم، الثوم غادي تقشروه مزيان وصافي. بالنسبه للحلبه غادي تعطيو معلقه صغيره، الفول الاسود ربع ملعقه. انا ديما كنعاود الهضره باش ما يجيش شي واحد في لي كومونتير يقول لي راني درت وسميتو وقع عليه وقع عليه، لا انا كنعطي المعايير وكنعاودها وكنحاول ناكد عليها. الفلفل الاسود راه صعيب على القناين، ولكن هو كيأثر عليهم بواحد الشكل ايجابي 100% اذا كان بمعايير. اذا ربع ملعقه كافيه، يعني الراس ديال المعلقه، الراس ديال المعلقه ومطحون بطبيعه الحال. وبالنسبه للحلبه حتى هي مطحونه، معلقه ما تكونش عامره، معلقه صغيره. اما بالنسبه للثوم فص واحد راه كافي انكم تشدوه وتقشروه مزيان، تحيدوا منه ذوك القشور صافي. هاد المكونات كلها فين كتدار، وداك الثومه حاولوا انكم تقرضوها شويه بالموس، وهذا الشيء كيدار في يطرو ديال الماء، تخليهم يعني تبخهم، هذا الشيء كيتبخ منين يغلاو كيقول لك كيتبخوا، يعني كيطلع ديك الكشكوشه. منين طلع الكشكوشه صافي شدوا هذاك اليطرو، غادي تصفيوه من ديك المحلول، غادي يخرج لكم كمحلول لان غادي يكون داك التفرسيت ديال الثومه باقي في المحلول. هذاك الشيء غادي ديروا صفايه وتصفيوه مزيان، ومن بعد هذاك المحلول اللي غادي يخرج لكم، غادي يخرج لكم قل من يطرو لان غادي يكون تبخ، غادي يخرج مثلا ناقص واحد الربع يطرو، لان داك الشيء كيمشي كيتبخر. المهم ان نتوما تحصلوا على داك المحلول هذاك، غادي تخلطوه مع 10 لتر ديال الماء. هادو 10 لتر راه كافي انكم تفرقوه على الارانب ديالكم لمده يومين، يعني واخا هذاك المحلول ما يكفيكمش زيدوا عليه شويه ديال الماء ماشي مشكل. اذا ومن الاحسن ان هذا المحلول كما قلت لكم لانه كيسخن الارانب، يعني كيزيد لهم في الحراره، من الاحسن انكم تعطيوه لهم في الفتره المسائيه، يعني منين برد الحال مثلا نقولوا مور المغرب، مور المغرب تعطيوه هذاك المحلول تعطيوه لهم. سميتو في الصباح حاولوا انكم تبدلوا صافي، حيدوا لهم هذاك المحلول وتبدلوا، ما تخليو لهمش، ماشي تخليو لهم نهار كامل لان غادي يشربوا منه حتى بنهار، غير تعطيو لهم مور المغرب يعني في الليل، الغد ليه حيدوا بدلوا هذاك المحلول لمده يومين، ماشي راه غادي يعني هذا الشيء عمليه طويله ولا لا، غير يومين. انا هذيك 10 لتر ممكن انكم تفرقوها على الارانب ديالكم لمده يومين. علاش كاين تساؤلات اللي غادي يطرحوا عليا، علاش ما نعطيوهمش بالنهار؟ واش غير الحراره اللي دايره هذاك المشكل؟ يعني نقدروا نديروا لهم مثلا في الشتاء، في الشتاء هي صالحه مزيان، هي مزيان، ولكن المشكل فين كيوقع؟ ان هذاك المحلول كيطلق واحد الرائحه، ممكن ان الارانب، كاين الارانب اللي كيبقاو يشربوا منه رغم الرائحه الكريهه، و كاين الارانب اللي كينفروا منه ما كيبغوش يشربوه لان كيكون كيطلق واحد الريحه. بالنسبه للثوم والفلفل الاسود والحلبه راه 100% كيطلقوا واحد الريحه كريهه، يعني الى فصل الصيف بالنهار غادي تلقى ريحه كريهه، غادي ينفروا منه. وزياده ان هاد الى مشيتو تدرتوه في الفتره الصباحيه، إذا درتو الترمومتر وعبرتو الأرانب ديالكم الحرارة ديالهم، غادي تلاحظوا أنهم زادوا واحد درجة إلى جوج درجات 100%. إذا يستحسن وضع من هذا الشيء كامل، درتو الخلطة ديالكم مزيان كل شيء على ما يرام، ولكن فوق هذه الخلطة أنايا كنزيد واحد
لمسه كنزيدها وهي العسل. العسل من الاحسن تزيد واحد ملعقتين عسل في شي طرو ولا. وهذا العسل ماشي مهم، انا ديما كنهضر على الاقتصاد، ما يمكنش نقول لكم انا جيبوا العسل الحر وتعطيوه القناين، ولا جيبوا مثلا شي عسل ديال شي حاجه معروف ولا. العسل الرخيص ما تكرهوش كاع تشدو غير السكر وديروه ماشي مشكل، المهم خص شي حاجه حلوه تحط لهم مع الماء. والعسل راه رخيص، كاينه باكيه صغيره كدير 6 دراهم، 6 دراهم راه كافيه انكم دير لكم بزاف. المهم جيبوا العسل الرخيص ماشي مشكل، العادي اللي كنستعملوه اللي رخيص كيتباع في الحوانت، وديروا واحد المعلقه مع هذه الخلطه هذه، راه كتزيد في الحيويه والنشاط ديال الارانب ديالكم، لان كيكونوا كيشربوا الماء، الصهد كتعطيهم ديك السيكالين في الليل. المهم كيخصهم واحد النوع من الطاقه، هذيك الطاقه هي عباره عن شي حاجه حلوه. هذيك في الصيف حاولوا انكم تعطيو هاد الخلطه وتعطيو معها واحد ملعقتين عسل، راها مفيده ومفيده بزاف. اذا الحلقه ديالنا راه سالات، الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، قناه جميله غاديه بالدعم ديالكم. تكيو على زر جيم باش تساندوني، كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم. تكيو على زر الجرس باش يوصلكم جديد ديالي. الى اللقاء في الحلقه المقبله.